الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن اختزال الكليمنزن اللي احنا قلنا عليه بيختزل الكربونيل الى CH2. احنا فاكر لما احنا قلنا ان انا ملاحظ ان دي بتختزل الكربونيل الى OH؟ لا، هنا الكليمنزن اقوى، اللي هو الزنك امالجم او اي معدن امالجم بيبقى انشط بكتير زي الدكتور ما قال، وده بيحوله الى CH2، بيحول الكربونيل الى CH2 اسمه كليمنزن ريدكشن. يعني بيقول لك ريدكشن اوف كيتونز ويز زنك امالجم ان سترونج اكوس اسيد، في سترونج، في حامض قوي جدا اسمه كليمنزن ريدكشن تو كونفيرت كيتون تو ميثيلين جروب، بيحول الكيتون الى ميثيلين جروب. دي مهمه جدا. الميكانيزم العام اهو، الكيتون اهو، بعمله ازاي بقى؟ هنا انا ملاحظ ان هنا مش ريدكشن بتاع اللي هو الطريقه بتاعتنا بقى، هنا هيعمل بروتونيشن او اتش والزنك، الزنك هيقفل هو على الكربونه والاو اتش هتطلع من الناحيه التانية. انا عايز اشوف الزنك شكله عامل ازاي. ادي الزنك اهو، ادي الزنك اهو، الزنك اهو اتش او اتش هيدروسيس. بقول لك طريقه تحول الكيتون الى سي اتش 2 هيدروبرين كليمنزن ريدكشن. بقى السطح بتاعه اهو كده اهوت، HCl acid hydrolysis، هيطلع هنا الدبل بوند ديت هتطلع وتحط مكانها 2H. لكن اهم حاجة عندي ان ال OH طلعت كده ايه، كجود ليفنج جروب، جود ليفنج جروب. بقول لك ايه بقى، زد ان اهو، بقول لك مركب الاورجانوميتاليك غير ثابت في وجود حامض. اخد مركب اورجانوميتاليك اهو، اورجانوميتاليك اهو، اداني ار سي اتش 2 ار داش، شالت الاو خالص. بقول لك ميكانيزم طريقه تحويل الكيتون الى ميثيلين اهو، هايدرو هيدرو كربون. بقول لك ميكانيزم از الكترونز ترانسفير فروم ميتال سيرفيس، انتقال الالكترونات من سطح المعدن تو كونجوجيت اسيد اوف كيتون لوس اوف اويتش ليفنج جروب اهي، هيدروسيس اوف هيدروسيس اكواس هيدروسيس اي اوف اورجانو ميتاليك اوف ريزالتد اورجانو ميتاليك كومباوند تو ميتال سيرفيس. بقول لك نشوف مثال اهو، سي 6 اتش 13 سي او سي اتش 3 زنك امالجم، دي هتتحول ل سي اتش 2 سي اتش 3. بقول لك ريدكشن اوف كيتونز وين ويز ميتالز زي المغنيسيوم امالجم او الزنك، والزنك امالجم يعني بتبقى اسمها زنك وعلامه زنك امالجم ان ابسس اوف بروتونيك سولفنت. اه احنا كل ده كنا بنتكلم الشرح اللي قبليه عن وجود سولفنت بروتونيك. هنا بقى ايه، عند وجود هاي كونسنتريشن اوف انيونيك راديكال بريدوست، انيونيك راديكال بريدوست بيحصل عمليه دايميزيشن برضه كولد باي موليكولار ريدكشن، باي موليكولار ريدكشن اختزال ثنائي كومبليتنج رياكشن ان اذر دي سولفنج ميتال ريدكشن ساتش از كريمنز. اهو عندي هنا مثلا اهو كيتون تحفيز اتنين راديكال، مغنيسيوم مشكورا حول الانايون انيونيك راديكال، دايميزيشن داي انايون. الدايميزيشن دايما بيحصل على الكربونات، داي انايون شويه ميه هيديني دايول، دايول تاني، دايول تاني، دايول تاني، دايول. تترا ميثيلين، تترا ميثايل إيثيلين، تترا ميثايل إيثيلين جلايكول، تترا ميثايل إيثيلين جلايكول. أربعة اتنين واتنين أهو، أربعة
كده ثنائي حصل عمليه دايميزيشن. دايميزيشن بقول لك ان انالوج رياكشن تفاعل مشابه از فاوند ان ذا ريدكشن اوف استرز اختزال استرز ويز وين رياكت ويز صوديوم ان بريزنس اوف بروتونيك سولفنت في ايثانول انيوتيك اجر از انيشالي بدائيا تحصل بروتونيشن then undergoes changes. طبعا الكربونه بتاخد بروتون وبعد كده بتتغير. In absence of protonic solvent coupling of two anions radicals ناحيه الراديكال بيتفاعلوا يبقى لما يكون في بروتونيك سولفنت الانايون الكربونايون بتشتغل. لو في راديكال لو ما فيش بروتونيك سولفنت الراديكال بيشتغل. In absence of protonic solvent coupling of two anion radicals داي انايون بيديني كيتونز. احنا قلنا بيديني كيتوز يعني واحدة سي او واحدة او اتش. This bimolecular reduction of esters is called acyloin condensation. acyloin concentration اللي بتاعت الكيتول دي اللي اسمها bimolecular reduction اسمها acyloin condensation. ان انا ممكن اكون بيديني سايكل كومباوند دي اسمها السايلوين يعني ممكن اكون ممكن اكون سايكل كومباوند عن طريق وممكن اذا يعني لما اكون داي سايكل كده ممكن اكون بعد كده اصطاد الداي انايون ده ممكن اكون برضو ايه سايكل الكومباوند عن طريق ان انا احط داي كربوكسيليك اسيد عن طريق ان انا ايه الاسترز عن طريق الاسترز او احط عليه داي كربوكسيليك اسيد زي المالونيك زي الادابيك زي السكسينيك. هنا بيديني مثال ميثايل بيوتريت صوديوم تحفيز ايانين الكربون يهبش بروتون الصوديوم مشكورا هيحول الانايون الانايون فيه هنا جود ليفنج جروب متنساش جود ليفنج جروب هتطلع هيديني الدهايد تحفيز وبعد التحفيز داي انايون راديكال مشكورا طبعا الصوديوم الكربونايون هتهبس بروتون دي كده اهوت مفيش ليفنج جروب هنا الصوديوم مشكورا حول الانايون هتهبس لها بروتون هيديني ايه او اتش كده اهوت طبعا غير اللي طلع من الليفنج جروب مثال تاني ار كبيرة اهي سي 11 اس 23 و سي 2 اتش 5 صوديوم داي راديكال انايون راديكال طبعا هو بيختصر الخطوات بقى هنا ليفنج جروب هتطلع ليفنج جروب تقفل مرة تانية هيحصل لها برضو نفس الخطوات هنا في الاخر الالدهايد دي هتتحول الى سي اتش 2 اتش هتتحول الى كحول طرفي ادي اللي في كان في واحده دكتور شرحها في المحاضره وطالب طلع حلها على السبوره اللي هي في غياب الالكحول ان ابس اوف الكحول اللي هي عمليه الدايميزيشن ادي الانيونيك راديكال دايميزيشن داي انايون اتنين ليفنج جروب في نفس الوقت مع انضمام كيتون اهوت تحفيز داي راديكال مره تانيه داي انونيك راديكال بوند دبل بوند اتنين انايون حط بروتون و اتش او اتش عرفت الفن بقى هنا ليه كيتول لان في دبل بوند واتنين اتش واحد منهم معاه واحد بس مثلث كده اهوت واحد بس هيديني ايه
الفا هيدروكسي كيتون، الفا هيدروكسي كيتون، ادي كيتون وادي هيدروكسي، الفا هيدروكسي كيتون، ادي كيتون اهو، ادي الالفا بتاعته او اتش، مثال اهو سي سي اتش 7 سي دبل بوند او او سي اتش، دي اول ما اشوفها كده ليفنج جروب على طول، داي راديكال انيونيك راديكال دايميزيشن، اتنين ليفنج جروب هيخرجوا في نفس الوقت، اتنين كربونايل مرة تانية، تحفيز دبل بوند هتطلع، متنساش الدبل بوند هنا، فاكر استينينك، فاكر استينينك لما كان عندي الينز اداني استينينك، هنا برضو نفس الفكرة، اتنين صوديوم سيروح اديني هنا ايه دبل بوند او او اتش دبل بوند او، لان هنا عندي دبل بوند وكيتون، الحتة دي لازم تتعالج، بتعمل انولايزيشن، انولايزيشن. شكرا واشوفكم في الفيديو الجاي.